مرددة النشيد الوطني تحتفل الجدعان في الذكرى الأولى لتطهيرها من دنس الميليشيا الإنقلابية بعد خوضها ملاحم بطولية سطرتها قبيلة الصمود متمكنة من كسر قرور الإنقلاب في أيامه الأولى. قبيلة الجدعان أول من دخل في خط المواجهة مع الميليشيات الحوثية دفاعا عن محافظة مارب، وآخر من خرج من خندق المواجهة بعد سقوط العاصمة صنعاء في يد الإنقلابيون، وأول من انتصر بعون الله سبحانه وتعالى بعد تحرير المناطق المجاورة لمركز المحافظة. تحتفل الجدعان وتحتفل معها الحكومة والسلطة المحلية بمحافظة مأرب. ستنتهي أيها المتخلف في القرن 21، ستنتهي أيها المتخلف في عصر المعلومات والتكنولوجيا. يؤكد شباب الجدعان المتطلعون للدولة بأن مرحلة النضال لن تنتهي حتى تحرير كامل التراب اليمني. كبر تضحية الجدعان التي قدمت أكثر من 400 شهيد، لا لأجل أنفسهم بل لأجل الوطن كله، في كل جبهة ينزف دم الجدعان دفاعا عن ماذا؟ لا لأجل مناصب، لا لأجل شيء، إنما لأجل الوطن الغالي والدين والعقيدة والعرض. عام مر على دحر ميليشيا الانقلاب من الجدعان، ليبقى الهدف الأكبر والأسمى لأبناء الجدعان واليمنيين عموما تخليص الوطن من شر ميليشيا الحوثية الإجرامية. عبد الإله البوري، سهيل.